استاذ حسام، انت ماشي الان جده؟ الله باذن الله تعالى. خلاص يعني ما عاد تبغى الجنوب؟ الجنوب بالعكس، الجنوب فيها اهلي فيها احبابي وفيها اعز الناس عندي، والسيادة ابو محمد علي قرني حقيقه كانت من اجمل الاوقات من اجمل الايام، كانت خلالها اجواء جميله وتعرفنا على اشخاص على خلق وناس مثل من طيبين. مثل من السيد محمد الغامدي ابو ياسر، ابو ياسر ما شاء الله، السيد علي عبد الخالق، ما شاء الله، مجموعه كبيره من الناس والاحباب ما شاء الله، ما شاء الله سبحانه وتعالى. كل ما بدله ابو محمد السيد علي قرن في مزاح حسناته، ونتمنى من الله العلي القدير تكرر الزيارات ونحن في اتم صحه واحسن حال باذن الله تعالى. الحمد لله، الله يمتعك بالصحه والعافيه. لكن كيف وجدت الباحه؟ والله الباحه جميله، وجوها رائع حقيقه. يعني الجنوب بصفه عامه جميل، يعني ان كان قرى او مدن، الفتره اللي قضينا فيها دي مع ابو محمد حقيقه ابها، رحنا الباحه، رحنا قرى كثيره، رحنا خمس مشيط. لكن ابغاك تقول لي وش شيء يعني اعجبك في الباحه، محل رحت له اعجبك في الباحه، فعالية رحت لها مثلا؟ والله أنا عجبتني حقيقة الباحة حديقة رغداء، ما شاء الله، إنه رغم إنه رحناها مرتين، والفضل لله سبحانه وتعالى من الأستاذ محمد الغامدي أبو ياسر الذي أصر إنه نتواجد معاه ليلة، نبات عنده يوم ثاني، ما شاء الله تبارك. توجهنا في اليوم الأول إلى حديقة الرغداء، اليوم الثاني رحنا نفس الحديقة وشفتوا الانزلاق، شفنا الانزلاق، شفنا فعاليات ما شاء الله متواجده بالنسبه للابناء والبنات باجواء جميله، وخلنا بعض الصور للذكرى. اليوم الثاني فين رحتوا بالباحه؟ اليوم الثاني من جمال الحديقه اللي ذهبنا فيها رغدان، ذهبناها مره ثانيه، لكن حقيقه اول ما ذهبنا في الصباح كنت حريص اني اروح الى مطعم خلوفه، ما شاء الله طيبه حقيقه، ممتاز جدا هذه، وفعلا وجدنا العدد الكبير، الزحمه من الناس، عدد كبير حضروا، وفطرنا هناك الحمد لله، وذهبنا الى حديقه رغدان، وثم ذهبنا الى سوق شعبي لشراء بعض الاشياء من الزبيب ما شاء الله واللوز وما الى ذلك. طيب شفت عقبه الباحه؟ شفت عقبه الباحه، كانت جميله؟ كانت جميله جدا ما شاء الله، جميله بمناظرها. سمعت انكم تصورتوا في اماكن خطره، صحيح؟ والله هذه كان لها موقف، كان لها موقف مع الاستاذ محمد الغامدي والاستاذ علي قرني. كان الاستاذ محمد الغامدي شجاع، كان يود انه ياخذ الصور تكون قريبه مطله اكثر، واحد كان جبان، كان يدفع بي الى الامام وانا على مضض، وكان علي قرني صراحه كان خايف كثير وهرب الانزلاق او شيء من هذا القبيل، لكن الحمد لله وكان خايف على من؟ كان خايف علي شخصيا، ما شاء الله عليه شخصيا، فانا امن بالتقدير والاجلال والاحترام للاستاذ الفاضل ابو محمد الاستاذ علي قرني، ليس في وجهي، على انما اشكره على كل ما بذله من جهد ومن وقت ومن اشياء كانت تخصه شخصيه، وانا اعرف انه في عنده بعض الظروف الخاصه الا انه تجاوزها في سبيل الوقوف مع زميله وايجاد المتعه والسعاده، وجدتها الحمد لله. لا يشكر، لا يشكر، لا يشكر على واجب، جزاك الله خير. لكن ايضا في ابها ذهبت لمكان جميل، ايش هو؟ ابها رحنا طبعا السوق الشعبي، ما شاء الله تبارك الله، السوق الشعبي اللي هو يسمى بسوق الثلاثاء، ما شاء الله تبارك الله، لكنه على ما ذكر لي السيد علي قرني انه الثلاثاء كان السوق هذا لا يعمل الا يوم الثلاثاء، لكن الان يعني طول السنة سوق متوفر فيه على مدى الأيام، على مدى الأيام، ومتوفر فيه العسل بجميع أنواعه، ومتوفر فيه ملابس النسائية. وبعد ذهبت وين؟ بعد ذهبنا إلى بعض المولات، مول هناك كان عندنا بعض الإجراء ساعة لنا، طيب كانت موجودة في أحد المحلات، وبدنا نحصل عليها. طيب السودة كيف وجدتوها؟ والله السودة جميلة صراحة، متعة، يعني حتى أنا عجبتني مقولة أبو محمد لما قلت أنا رحت السودة في الليل ورحت السودة في النهار، شتان ليل نهار الليل،
النهار كان على يعني ما يقول أخوان عينين يعني ما شاء الله، كان جميل وكانت أمطار وسحب وهتان وزحمة. كان يوم خميس صراحة، كان يوم خميس وكان الناس فيه بعدد كبيرة، ورحنا واستمتعنا وأكلنا بعض الأكلات الشعبية ما شاء الله العريكة الجنوبية ما شاء الله، كانت لذيذة جدا. وحجزناها وتناولناها على منطقة مرتفعة تطل على الجبال، الجبال المكسوة بالخضرة. هل كانت زحمة؟ مزدحمة سودة؟ كانت مزدحمة جدا، يعني كانت مصيف جميل. والله مصيف جميل ويوجد فيه كثير من الناس صراحة، يعني السعوديين وغير السعوديين، لأنه يعني أنا وفي أبهى البهية صراحة. أنا شخصيا وجدت اختلفت عن الماضي، اختلافها كان مثلا في تطور الفعاليات اللي موجودة فيها، بالإضافة كذلك إنه غير الفعاليات مطاعم متنقلة يديروها إخوة سعوديين وسعوديات، ممتاز، يتفنون في إحضار الأكلات الشعبية وتقديمها بطريقة طيبة، أسرة كاملة متكونة من أم وبنات وأخ وابن ما شاء الله، يتفنون على المطاعم. يعني كانت الأطعمة في أيدي أمينة، في أيدي أمينة. طيب نزلت عقب الضلع؟ عقب الضلع هذه ثاني مرة أروح مع السلالة. ما شاء الله، يعني الحمد لله أن الذاكرة لم تخني. لما وصلنا المطعم ده، في مطعم في اسم المكان مطعم ضلع، فجلسنا فيه قبل كده في الرحلة الأولى اللي فيه كان قبل فترة، وجينا وجلسنا في وقت معين، والحمد لله صلينا المغرب هناك وبعد كده مشينا على ما شاء الله تبارك الله. طيب حضرت أحد الولائم أو في محافظة بلقر؟ حضرنا في محافظة بلقر، كان الأستاذ علي القرني رحيم الأستاذ ناصر، حقيقة هو الذي بفضل الله ثم الأستاذ ناصر جهز لي غرفة مكونة من غرفتين وصالة ودرج اثنين، كانت الغرفة اثنين. تستاهل يا ابو محمد. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بإصرار الأستاذ علي القرني انه كان يبحث لي عن شقة مفروشة، لكن وجد من يساعده في هذا الشيء وهو رحيم الأستاذ ناصر، فالشكر لهما جميعا على ما قدموه، والشكر موصول لكل أهل بالقرن، الشكر موصول كذلك للأستاذ علي القرني وعلى إقامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم السداد والتوفيق. الله يجزاه خير. الأستاذ ناصر أبو فايز يكل لك عظيم المحبة والاحترام والتقدير، وأخوته علي وناصر وفايز سلطان وسعيد وجميع العائلة، جميع أفراد العائلة، ومأدبة العشاء اللي قامها ناصر تكريم شخصكم وجنابكم يا أبا محمد أستاذ حسان قصيفان، كانت حقيقة أنت أصريت ألا. والله كنت اسمح لي بالتفضل عن هذه المناسبة الجميلة، حقيقة يعني هذه من الأشياء الجميلة، إصرار الأستاذ ناصر على أن نتناول معه الأكل، وبالفعل كان قابلنا سويا يوم أمس اللي هو الخميس في الليل، الخميس أول نعم. يوم الخميس، نعم يوم الخميس في الليل أو يوم الأربعاء صباح الأربعاء، يوم الأربعاء نحن ذهبنا يوم الخميس عند سيد ناصر، مساء الأربعاء صباح الخميس، مساء الأربعاء وأنت تحركت من محافظة بالقرن لأبها صباح الخميس. أنا أقصد على مأدبة العشاء، مساء الأربعاء، حقيقة في مكان جميل ورائع، والأجمل فيه أنه قصر الطابع الجنوبي، جلسات جميلة، بالإضافة أنه الكادر متواجد هناك من الكادر السعودي، من يقوم بإعداد الطعام شباب سعوديين من المنطقة، نفس من أهل المنطقة، وقدم لنا طعام السريق باللحم، وكان لذيذ جدا، وتناولناه الحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على سيد ناصر عليه بالخير. واليوم ذهبت في الخميس إلى مطعم شهير يسمى مطعم ابن حمسان
كيف وجدت هذا المطعم؟ علم أنه كان مقفل، لكن مجرد رؤيتك له من الخارج. جميل، كان جميل المطعم ده، وشكل خارجي كان وجماله في تصميمه التراث الجنوبي. كنا نتمنى ندخل المطعم ده، لكن كان في يوم جمعة، فإن شاء الله في الأيام القادمة تكون لنا فرصة لدخول هذا المطعم بإذن الله. شكرا لك يا أبا محمد أستاذ حسان على هذه المقابلة القصيرة، وعلى هذه الكلمات التي قدمتها، وعلى هذا الإطراء الذي لا نستحقه، ولكن من جنابك دائما تعودنا منه هذا الكلام وحسن المعشر وعظيم المحبة. والآن أنت في مطار بيشة تنوي أو تحن بالسفر، في صالة السفر أودعك بأحر الوداع، وداعي لك المولى عز وجل أن تكون رحلة سعيدة ممتعة، وأن تصل إلى أهلك في جدة وأنت في أتم الصحة والعافية، وأنت بشوق إلى أهلك وأهلك بشوق إلى رؤيتك الذي ما فتئوا يتصلون بك منذ أن حطت رحالك في بالقرن حتى هذه اللحظة، ويعذرون على ذلك. الشكر موصول إلى أم محمد زوجة الأستاذ محمد قصيفان على حسن معشرها للأستاذ حسان أخي العزيز، وعلى كرمها الذي عهدناه عندما نأتي إلى جدة. أكرر وداعي وأدعو لك بتمام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر. تفضل يا ابو محمد. اسمح لي استاذ علي، تفضل. حقيقه يعني شهادتي فيك مبروك، وانا اكرر اشكرك جدا كثير على ما بذلته، وحقيقه نعم الاخ ونعم الصديق، وكانت ايام جميله وتذكر بنعم الذهب. فوالله يعني مش مجامله لك، يعني حقيقه اصرارك وتشجيعك وطلبك الحضور الى المنطقة الجنوبية، هذا اللي هو شجعني، إن كان دل على شيء فإنما يدل على خصالتك الجميلة وأخلاقك الطيبة وكرمك المعهود به، سواء مني أو من إخوتي الزملاء في المدرسة أو الجيران أو ما إلى ذلك. فاللسان يعجز يا محمد على ما قدمت، نسأل الله سبحانه. ونحن شخصيا ربما أو أكيد لا أقدم ربع الشيء الذي أنت بذلته وقدمته، فما أكافئك إلا أن أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر وأن يجعل ما عملته في ميزان حسناتك من البليغات القادر عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أبا محمد على ما قدمت، على هذا الكلام وعلى هذا الإطراء. والحقيقة ما قدمناه إلا قطرة في بحر مما تقدمه أنت وأخوتك وأهلك، ونحن لا أرى نفسي ولا أراك إلا إننا أسرة واحدة. وأسأل الله العلي القدير أن يجمعنا مرة أخرى في المنطقة الجنوبية، وأنت ولديك إجازة أو وقت أوسع من هذا الوقت. وأكرر وداعي المرة الأخيرة، أتمنى أدعو لك الله عز وجل أن تصل أن تكون هذه الرحلة رحلة سعيدة عبر الخطوط السعودية إلى مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وأن تصل أهلك وأنت في أحسن حال. شكرا لك، وإلى اللقاء، مع السلامة يا أبا محمد.